السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وفاة الفنانة الجزائرية فيلا الجزائرية أو فيلا عاب بساء. أتمنى من أخواني وأخواتي وضع اللايك والاشتراك في القناة فضلا وليس أمرا. وكان هذا اليوم هذا الخبر انتشر في مواقع التواصل الاجتماعي، وفاة الفنانة الجزائرية أو المطربة الجميلة فيلا الجزائري، وذلك بسبب أثر حادث سير. هذا جميع ما قيل في جميع مواقع التواصل الاجتماعي، ولكن ما هو صحة هذا الخبر؟ هل هذا الخبر صحيح أم لا؟ إن شاء الله تابعونا معي، ونحن بإذن الله تعالى سوف نتواصل في هذا الخبر من صحته أو لا. طبعا هذا الخبر منتشر في جميع مواقع التواصل الاجتماعي، حتى السنة الماضية أيضا كان هذا الخبر عندما طلعت وقالت دفنوني بالحياة وتنزف الدموع. الله أعلى وأعلم هل هذا الخبر صحيح أم لا. هذا ما انتشر في جميع مواقع التواصل الاجتماعي، وحبيت أن أنا أشارككم بهذا الخبر، هل صحيح أم هذه إشاعة؟ أتمنى من الجميع أراءكم تعليقاتكم تحت هذا الفيديو، هل هي توفت أم لا؟